في الرجاء، خاصة كل ما يتعلق بالجمع العام. نلاحظ بأنه هناك محاولات لضرب الصدع، هناك محاولات لمد خيوط التواصل بين الرئيس أنيس محفوظ وبين المرشح الوحيد لحد الآن والذي هو سيف الدراوي. هناك محاولات لخلق نوع من الانسجام كي تمر بطبيعة الحال الأمور بسلاسة بين الرئيسين. هناك محاولات من المحيط الرجاوي، هناك محاولات من المنخرطين، هناك محاولات كذلك على مستوى يعني المكتب المدير. وبطبيعة الحال هذا الشيء كله فعالية رجوية، فرؤساء سابقين يحاولون أن يمدوا خيط التواصل، وكذلك لتمرير يعني اختيار الرئيس الجديد بكل سلاسة. اللي واقع هو أنه غادي نرجعوا لواحد النقطة اللي هي مهمة، اللي هي التصريح اللي دار أنيس، يعني اللي داره سميتو اللي داره الإخوة ديالي هما الإطراد. فذاك التصريح فيه واحد الجملة اللي هي في الحقيقة بقات كترن في الأذن ديالي، اللي هي أنا غادي نمشي بحالي واخا نديو كاع البطولة. وجملة أخرى هي إحنا غاديين، أنا حاجة مأكد منها هي أنا غاديين بحالنا، غاديين نهيو المهام ديالنا بعد نهاية الموسم. هادو جوج جمل اللي هما لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وكيحملوا حمولات ومعاني اللي هي واضحة، هي أن السي أنيس باغي يبقى في بلاصتو حتى يسالي الموسم دون أن يعطي أي سبب وجيه لبقائه إلى غاية نهاية الموسم. فكنعرفوا بأنه رئيس اللي كيقول لك أنا غنبقى حتى نهاية الموسم كتكون عنده واحد الجملة ديال التحملات. التحملات يعني أنه عنده عقود أو عنده ارتباطات شخصية أو عنده كذا، كيقدر تلقى رئيس مثلا أنه تعاقد ماشي لعاب أو عطى واحد الشيك شخصي ديالو لواحد اللاعب كمثل. فتيقول لك انا حتى نهايه الموسم باش يمكن نلقى معاه شي حل. مثلا داك اللاعب مازال في العقد ديالو مثلا واحد العام ولا عامين، كيكون عارف يقدر يدير معاه ديك الخطه ديال انا نحرك، انا كاع نحرك ولكن اعطيني العقد، اعطيني الشيك ديالي كمثلا. كنقول كمثال هادشي ما خصوش يكون في الرجاء، ولكن هادشي وارد وكيبقى محتمل. لهذاك غير مهم انه الرئيس كتكون عنده اسباب، يعني انه باغي يلعب لواحد اللقب وانه باغي يكمل وعنده فريق التسييري ديالو باقي خدام معاه. بحال مثلا الوقت اللي دارها يعني هذاك سي الدكر اللي هو الاندلسي، فكان الفريق التسييري ديالو كله معاه واستمر نهاية الموسم، واخا هو استمر بنيه سيئه لانه كان كيتسنى اموال غتدخل وعنده اهداف شخصيه من ذاك الباقه، فعطى اسباب علاش هو باغي يبقى، لانه كينافس قالك على اللقب وانا بغيت نبقى تبقى منسجمه تبقى مجموعه، لان اللاعبين على 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 اللقب اللي غيجي لنا مدخول كبير اللي غادي يحل لنا هذه الازمه هذه. فهذا علاش هو انسيستا باش يبقى. سي أنيس لا، سي أنيس دابا ما عطانا حتى شي سبب نهائي، هو تيقول لك بأنه ولو ندير بطولة غادي يمشي بحال في نهاية الموسم. نهاية الموسم راه كاين بزاف، نهاية الموسم راه غيصيح حتى أواسط شهر يوليوز، وممكن حتى نهاية يوليوز هي لعبة المسابقة ديال كأس العرش كاملة، لعبة لغاية نصف النهائي، نقدروا نمشيو حتى نهاية يوليوز. بمعنى اللائحة الإفريقية اللي غتفتح من بداية يونيو إلى آخر يونيو غتكون سالات، الناس نتادبوا اللي نتادبوا غنعيشوا ما عيشناه في سميتو في الموسم الماضي. إذن هذا اللي كيدفعنا أن اليوم نكونوا تخلاو يعني تحلاو بالحيطة والحاضر من هذا السيد ومن التصميم ديال هذا السيد أنه يبقى جالس في هذا الكرسي إلى غاية نهاية الموسم. فهناك ما هنالك غادي نرجع لهذاك الفيديو اللي قاله السيد باش تحققوا في الكلمات مزيان، غنمشي بالتذكير ونمشيو في المواضيع ديالنا. انا ما فيش تذكير، انا القناعه ديالي واضحه ونهائي، فهمت؟ القناعه ديالي واضحه ونهائي، شو واخا ندير البطوله المكتب غيسالي المهدي في نهايه الموسم. ودك اللعاب اللي دويتي كيما حلفتي حتى حنا راه عندنا الله، ودك ما كنصنعوا دابا جوج عايب يخسر، تقدروا تصنعوا 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 دابا
اين دو بوان اللي هادو غير اللي ماشي تشري دو بوان اللي باب يعني مش يعني كل امور واضحه شوف وحاجه على شي واحد يتعمل سوليج مش عارف شوف قناعه واضحه لان جمعان غيكون اقرب وقت لا دو قناعه واضحه وخصنا نتمو على قبل نهايه الصيف القناعه تم على ان جوفري تو مونفوسي جميع الامكانيات اللي عندي العقليه والبشريه باش نكون ترانزيسيون فليكسيبل لا بو فليكسيبل لا في صالح المصلحه العامه فقط. طيب هنا جوج نقاط اللي هو كيركز عليهم تيقول لك انه القناعه اللي عندي الاولى هو انه حنايا غنمشيو بحالنا او انا غنمشي بحالي ولو نديو البطون، هذه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه حنا غادي نكملوا حتى نهايه الموسم. فانا السؤال اللي كطرح واللي هو بالنسبه للسيد اللي كان كيمثل الكره تيقول لي بان واضحه وضوح الشمس، فانا بغيت نعرف انا هذه الشمس اللي واضحه لي اشناهي، كيفاش وضحات لي وضوح الشمس السيد كيقول كنبقى حتى نهايه الموسم؟ واش مادام دار هذا الخير، دار هذا الخير كنشكروه، دار هذا الخير يكمل خيره، علاش ما طرحش عليه السؤال علاش باغي تبقى حتى نهايه الموسم؟ علاش؟ واش كاين شي سبب اللي هو فوق من طاقتك اللي مخليك تبقى حتى نهايه الموسم؟ واش مثلا عندك واحد المداخيل قياسيه غتدخلها للناجر، وهذوك الناس اللي غيعطوك دوك الفلوس ومداخيل للناجر دوك المستشارين او دوك اللي غيعطوك الفلوس مثلا ما غيعطيوهم للناجر الا على وجهك انت، بحيث ان خصك تبقى وجودك ضروري. واش 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 عطينا غير سبب واحد وجيه اللي يخليك تبقى جالس في هذاك الكرسي؟ علاش؟ لانه لو انك سي انيس كنتي باغي تخرج وباغي باش ما كان قلتي امكانياتك الفكريه والجسديه باش داكشي يدوز بلا فليكسيبيليتي، يعني بواحد السلاسه، داكشي يدوز بواحد السلاسه بينك وبين الرئيس القديم، فإلا كانت هذه هي النيه ديالك كان ممكن تقدم استقالتك توكو انت وهاد الناس شحال بقاو معاك، اربعه ولا خمسه، قدموا استقالتكم وسيروا. والسؤال ما موجهش لانيس، موجه لذوك الناس اللي باقيين لاصقين معاه، اللي باقيين جالسين في ذاك الكرسي. فهاد الناس بعدا تسجلات عليهم في التاريخ بانهم من اهون المسيرين اللي دازوا في تاريخ الرجاء. ماشي مازال انيس راه كيخرج وكيهضر تيقول لك انا غنمشي بحالي، ما دوك المخبيين من وراه وما يستاهلوش حتى السلام. انا بالنسبه لي الرجوي الاحرار هذوك اللي باقيين معاه في الكرسي تما ما يستحقوش حتى السلام نهائيا، لانه بينوا الخيانه ديالهم العظمى لفريق الرجاء البيضاء. فهاد السيد هذا اللي كيقول انه بغيت يتسنى حتى نهايه الموسم، فيعطينا اسباب، يعطينا اسباب ديالو وعلاش ما علنش على جمعان. كيقول هو قريه الجبل العام راه كيقول ما تبقاوش ديروا به السبه، هذا في القريب العاجل بمعنى الاسبوع الجاي، بدايه الاسبوع الجاي شنو نسمع الثنايا راه غادي يعني الجبل العام التاريخ ديالو. ولكن اخوف ما اخاف منه هو يجي حتى الاخر ويقول لك والجبل العام ان شاء الله غنديروه في 27 يوليوز. تصور 27 يوليوز حتى، لانه خصك تعرف واحد القضيه، هذا الجامعه يعني لاكاف دايره لك نهايه يونيو جوان، نهايه جوان واخر 30 يونيو اخر اجل ديال اللائحه الافريقيه باش تصيفط، صيفط شي واحد من بعد مابقاش تقول، بمعنى ملي غادي لك هو في 27 واش يمكن فيهم 3 ايام غادي يعاود لك القصه اللي دار الناس ديال الاندلسي. يعني ما يمكنش واخا يكون هذا الرئيس واخا يكون مسيني معاهم في 27 ولا في 26 راه ما يقدرش يوجدهم ويكالي فيهم لاكاف في 30 افون 30 جون. دونك هادشي علاش كنخافوا حنا، وسيرتو انه الى مشى لجويي، مشى لجويي معنى هذا اننا تكون ضانينا بالنسبه للائحه الافريقيه، وما يمكنش لنا يمكن نلعبوا الا بهادشي اللي عندنا، وهادشي اللي ورطنا فيه هو نيت مع الناس اللي هما الاندلسي والباعه اللي كانوا قبل منهم. هاد الافكتيف الضعيف يعني 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 الزرق اللي ورطنا فيه راه هو اللي غادي نلعبوا به. اذا هادشي كيبين بانه اخوه ديال الالترا، حتى ما كنعيبش يعني الاخوه ديال الالترا مزيان داروا هاد البديله وخرجوا هاد الخرجه ومشاو عنده، ما نساوش مشاو عنده حتى المحل ديال في كيمارس المهنه ديالته ووقفوا عليه تما وطلبوا منه شي جواب قالوا لي عطينا كذا. فكنتمنى ان هاد الاخوه هادو ما يكونوش داروا هاد البديله من اجل يعني غير من اجل تهدئه الجماهير باش يتسناو راه داروا واحد المجهود وراه تما مشاركين في العمليه مشاركين في التغيير. كنتمنى لانه ملي كنمشي عند الرئيس وانا كنعرف
كنعرف شنو كيطرا في النجا ومنسولو السؤال اللي واجد مهم، علاش ما بغيتيش تقدم الاستقاله ديالك دابا؟ اشنو الحاجه اللي شادك حتى نهايه الموسم؟ ما طرحش هذا السؤال، معناه هذا راه تي بحالاش بحال داك الصحفي اللي كيدير لقاء صحفي مع واحد الضيف ديالو وكيتفقوا على الاسئله من الاول، تقول لي شوف شوف الله يحفظك لا ما تحرجني هذا السؤال حيد او طرحوا بهذه الطريقه هذه رياضي. الله يرحم الوالدين، اذا كنا غيرين على الفرقه غيرين غنغلو عليها بصح وكنا نتكتلو كنا نتعاون. فتحيه للبراتي كنقول انه في الاخير هما بينوا بانهم كاينين وانهم تما راه كيدافعوا على الكيان وانه باغي ينقيو الفرقه مزيان، ولكن كملوا خدمتكم. هاد السيد هذا اللي كيقول لكم غادي نعلن قريبا، فعندكم اثنين وعندكم ثلاث نهار ثلاث الى ما عندناش على الجمال العام، وكان الجمال العام كيفوت يعني كيفوت 15 جوان يعني على الاقل تبقى 15 يوم عباد الله على اللائحه الفرقيه. الا كان ما كيفوتش 15 جوان هبطوا ليه البلاصه اللي مشيتوا ليها هبطوا ليه، قول ليه الشريف وعدتينا غتعلن، ولكن راه ماشي داك الجمال العام اللي قلتي. حنا عندنا لائحه عندنا التزامات، الرئيس الجديد اللي غيجي غادي يدير انتدابات كيخص تعطيه الوقت كيفاش غيكون ليه اللائحه الفرقيه غتسالي 30 جوان. هذا يعني بالنسبه لي هذا هو المعقول.